بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. سنشكر المتابعين الأقدام والجداد، سنقول لهم شكرا جزيلا إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحط واحد الصيغة ربانية للبنات اللي عندهم تعطيل الزواج، البنات اللي عندهم تعسيرات في الزواج، الناس اللي وصلوا لواحد السن وباقين تيترجاو الله، لأن الرجاء باب الرجاء هو باب الرحيم. ديما غادي نشوفوا الأسباب علاش تعطل الزواج، خاصنا نعرفوا شنو السبب. غادي في يوم من الأيام بغيتو تكشفوا على نفوسكم، غادي تكشفي على نفسك. أول حاجة أنكون على وضوء، أنكون على طهارة، أكون باغا نكشف على نفسي. كيفاش غادي نكشف على نفسي؟ قبل ما ندير هاد الوصفة اللي غادي نعطيكم، خاصك تعرفي الأسباب وتطلبي الله سبحانه وتعالى يعطيك بعض العوارض باش أنك تعرفي أشنو عندك. ولابد القرآن الكريم غيعطيك واحد الطاقة بإذن الله اللي غادي تعطيك الرؤية الصحيحة. الكشف ماشي حرام بما يرضي الله، ولكن أنكشف على نفسي باش أنني نعرف أشنو عندي. أول حاجة ليلة الجمعة، ليلة الجمعة غادي ندير هاد الوصفة، غنقرا عليها ونبيتها حتى الصباح، وغادي نقول لكم شنو غديروا بها. اذا بقاو معايا حتى نعطيكم الكشف باش ديروه على الاقل تعرفوا. تقدروا ديروا هاد الوصفة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تكشفوا على نفوسكم، وغادي تكون قراءة اللي غادي تنفعكم ان شاء الله، وتعطيكم واحد طاقة نورانية. يقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة اللي قريتي هذه الصور اللي غادي نعطيكم ودرتي الدعاء ديالك بيقين وكنتي متوجهة، درجة أن الله سبحانه وتعالى غيعطيك السؤال ديالك. الناس اللي عندهم مشاكل، الناس اللي عندهم مشاكل في الزواج، الناس اللي عندهم تعطيل الأحوال في العمل، الناس اللي عندهم مشاكل في المال، الناس اللي عندهم مشاكل بخصوصا البنت المعطلة عن الزواج، هذه الوصفة صالحة لها بإذن الله. ولكن نكون أنا باغة هذه الوصفة ومتيقنة بأن الله هو اللي عنده الإجابة. أول حاجة إلا بغيت أنني نكشف على نفسي، غادي إن شاء الله نكشفها بصورة الإخلاص. صورة الإخلاص غادي نقراها 21 مرة، 21 مرة، وغادي نقرأ آية الكرسي 21 مرة، وغادي إن شاء الله من بعد تتبغي تمشي تنامي عاد تقرأيهم. اللهم اكشف يا ربي بحق صورة الإخلاص وبحق آية الكرسي أن تبطل عني جميع العوارض، وأن تكشف يا ربي ما بي. طلبتي غير الله، ما دخلتي لا في شركيات، ما علمتي علم الغيب، ما درتي حتى حاجة، بغيتي غير طلبي الله سبحانه وتعالى بهذه سورة الإخلاص وآية الكرسي من أعظم الآيات، آية الكرسي. إذن إن شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخد آية الكرسي وسورة الإخلاص نقراهم بعد ما نمشي ننام. ولكن هاد الصيغة اللي غادي نعطيكم دابا هي صالحة لإبطال السحر المعمول، نقدر نديرهم بجوج، نكشف ونبطل في نفس الوقت. غادي يجيك الكشف إذا لا جاتك الرؤية في أول نهار درتيها فيها خير، ما جاتكش نعودها مرة أخرى، نعودها حتى 4 مرات في الأسبوع ونشوف، نداوم عليها حتى نشوف أشنو عندي، واش عندي سحر المقابر
او سحر النفور او سحر التفريق او سحر تدمير او سحر بزاف الاسحار تيحطوهم الناس اللي ما تيخافوش الله، لان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، قادر يعطيهم هذاك العذاب في الدنيا ولكن يمهل ولا يهمل. الله ما ينساش الظالم، ولكن اذا قادر الله سبحانه وتعالى يعذب المعذبين. اذا انا بغيت نكشف، غادي نكشف اي وقت بغيت، او ليله الجمعه هي خميس بالليل، ونقدر نوجد هذه الوصفه باش غادي نبطل ان شاء الله الصباح او في الظهر او مع العصر. اذا يوم الجمعه بالضبط غادي ان شاء الله بعد ما قريت الايه الكرسي وسوره الاخلاص 11 مره 11 مره، وغادي هي الاخرى اللي غادي نخلي وغادي نمشي ننام. اما هذه غادي نقرا عليها القراءه اللي غادي نعطيكم ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ النوى ديال التمر، غادي ناخذ معلقه ديال الحلبه، غادي ناخذ معلقه ديال الملحه، غادي ناخذ الفاسوخ، اللي غادي نقرا عليهم ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ الملح، غادي ندير معلقه هنا، غادي ندير قطعه فاسوخ، الفاسوخ الوسقي او الفاسوخ الاسود، هذا الفاسوخ الاسود. عندي النوى ديال التمر، البنت اللي معطله عني الزواج، وندير عدد اللي بغيت، وغادي ندير الحلبه، وغادي ندير الفاسوخ، غادي ندير كاع المكونات. اول حاجه غادي ندير، غادي نحرك كل شيء، انا تنقرا وتنحرك، تنقرا في سوره الحشر ليله الجمعه، غادي ان شاء الله نقرا ونحرك، نقرا ونحرك ونفت حتى نقرا سورة الحشر كاملة. ولكن من بعد غادي ان شاء الله هاد الماء غادي صباح الجمعة او ظهر الجمعة او عصر الجمعة، غادي ناخد هاد الماء اللي قريت عليه سورة الحشر مع هاد المكونات، وغادي ان شاء الله هنحاول نضيف ليه ماء ساخن، غادي نصفي هاد المكونات، غادي يبقى الفاسوخ والحلبة والنوى، غادي نشدهم بعد ما قريت عليهم سورة الحشر مرة واحدة فقط، غادي نقرأ سورة الحشر على الماء نشرب طيلة الجمعة، وانا تنشرب في هذاك الماء اللي قريت عليه سورة الحشر، وقريت على هاد المكونات في الماء سورة الحشر. هذه للبنت اللي عندها تعطيل الأحوال، لا في الزواج لا في العمل لا في أي حاجة، هاد سورة الحشر مع المكونات يبطلون السحر من جميع النواحي، كان تعطيل الأحوال، كان سحر المقابر، كان سحر تشويه، كان أي حاجة. الناس اللي عندهم سحر التشويه يخليو شيء قليل في بخاخ ويبقاو يرشو كل ليلة على الوجه ديالهم، لكن سحر التشويه غادي يبدا يحيد هذاك العارض اللي عندك في الوجه. اذا مهم المكان اللي غادي تعومي فيه يكون طاهر، يريد ديما المكان اللي تبغيو انكم تدوشوا به في ماء، بماء القران، غادي ان شاء الله يكون ديما خاصنا يكون نظيف جدا ويكون نقي، وناخذ واحد الوعاء وندخل الوسط ديال الوعاء، ندخل فيه ونخوي عليا هذا الماء بعد ما صفيت هذوك المكونات اللي غادي نتبخر بهم ثلاث ايام. الحلبه غادي ننشفهم في مكان يكون فيه ظل، وغادي نتبخر به ثلاث ايام.
ماشي ضروري يوم الجمعة تبخري به. انتي خديتي ماء غادي تشربيه وعندك ماء اللي غادي تعومي به، اذا ما كاين علاش تبخري به يوم الجمعة. هتخلي من مورا الجمعة السبت والحد واثنين، غادي ان شاء الله تقسمي هذاك النوى والحلبة. الفاسوخ غادي يبقى منه شيء قليل، وغادي نبخر به مع فيه قراءة سورة الحشر. سبحان الله، غادي يكون عندكم إبطال لا يعلمه إلا الله. ومع الكشف إلى بالك نهار الأول بالك حلم، غادي تعرفي من الحلم أشنو كاين. إذا نداوم على سورة الإخلاص وآية الكرسي كل ليلة حتى يبان ليا أشنو عندي باش نولي نبطل هذاك الشيء اللي شفت. إذا كان عندي سحر المقابر غادي ندير إبطالات ديال سحر المقابر أو سحر التشويه أو أي حاجة، أو سحر تعطيل الزواج. إذا الناس اللي عندهم هاد المشاكل بالنسبة للزواج أو العمل أو أي حاجة معطلة، ديروا هاد الوصفة إن شاء الله. إذا غادي نديروها، نداوموا عليها 3 جمعات إلا قدرتو. ما قدرتوش تقدروا تكتفيوا بمرة واحدة، إلا حسيتوا بالراحة عودوها مرة أخرى في أي وقت بغيتوا. ولكن سورة الحشر مع المكونات يوم الجمعة سبحان الله تحقق الأمنيات. إذا ما أحبابي، إلا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، أبوناو. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.